الدفاع راموس وفاران توني كروس كازيميرو يعدل تشكيلته ويدخل اسكو اسكو هجمة مدريدية أولى خطيرة والهدف الأول 1-0 كريستيانو رونالدو 1-0 كريستيانو رونالدو رونالدو يسجل من جديد في مرمى جيجي بوفون جاك اللي ما يرحمش يا بوفون الشبح كريستيانو بسرعة الصوت ودقة الصاروخ يضرب مرمى الطليان من جديد 1-0 للبلانكو ريال كريستيانو رونالدو 1-0 شوف مارسيلو كرة في الظهير كرة في الجناح يمشي اسكو بذكريات البارك في حديقة الأمراء يلعب كرة ديبالا ديبالا خطيرة جول ديبالا والكرة باولو ديبالا عامل حالة باولو ديبالا يعمل حالة وهدف التعادل وعن طريق الدون تحديدا وبالاسم مثل ما أنا متأكد أن الأرقام تلعب في صالح ماسي كرة عن طريق دوغلاس كوستا كوستا فما تسلل كينيو آه يا تاريخك يا البلانكو خطيرة جول التعادل اليوفي ولكن كايلور يتصدع كايلور نافاسي فسخ أقرب كرة يوفنتينا للتعادل وإدراك التعادل هذا لاعب فوتسال كرة القاعات برتغالي مسجل 79 هدف رقم 9 تشيلو يلعب كرة جول هدف التعادل يضيع اليوفي يتواجد هجوميا اليوفي يتواجد بنزيما يضرب المراق الثاني الله على كرة كسرت البار العارضة كسرها كروس كروس متهم بتكسير عارضة تورينو هكذا غنت وقالت وصاحت عارضة بوفشا العرضية فرصة وتعادل يضيع الكرة لم ترد اليوفي الكرة ما حبتش اليوفي شوف الكرة من ديبالا اليوفي 0 الريال 1 كريس كريم رونالدو وبرشا يمشي كرة ديبالا فوق الجدار ديبالا جول مش ممكن رفضت الشباك ورفضت ديبالا رونالدو جباله كرب خول خطيرة يا رونالدو يا كريستيانو يا كبير يا كريستيانو يا رونالدو هدف اسطوري هدف انطولوجي هدف للتاريخ يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات يا كاتب التاريخ عنوان الورقات رونالدو اولا رونالدو ثانيا يا معقدهم العب يلا يا اسطوري يلا يا انطولوجي يلا يا معذبهم يلا يا جول يا دور يلا هداف التاريخ سفاح التاريخ كريستيانو رونالدو عالمية كريستيانو أكبر مجرم في تاريخ كرة القدم مش ممكن البرتغيز طلع منهم الجاز 1-2 ديبالا ورقة حمراء انتهت الحكاية من ماتش الذهاب عطريق رونالدو مارسيلو يمشي اللعبة صارت سهلة اللعبة صارت واضحة يمشي كريستيانو مارسيلو والهدف الثالث التيكي تاكا لوندوس مدريدي يعانق مدريدي والريال ملكي والرويال في قمة الكبار المارسيلو الجولاتو دير ريال مدريد الترسيرو ديل ميرينجي ثلاثة بلاش ولا واحد كان يتوقعها ولا واحد كان يتصور أحسنسيو يوساكورا والهدف الرابع يضيع من لوكا مودريتش تقريب ياركز فاسكيز خطيرة وفرصة كبيرة رونالدو والهدف الرابع للعارضة الرابع يضيع بحكم العارضة تستانف الكتيبة المدريدية الأحكام من أجل رباعية الحكام ولكن الكرة بأحكامها كريستيانو رونالدو وفرصة الهدف الرابع لولا بوفون يقول له كفاية حرام الفرصة لليلو يلعب الكرة ممتازة في ظهر الدفاع في ظهر ألكساندرو فرصة والهدف الرابع يديره رونالدو
رونالدو ضيع هدف مؤكد محقق ما يضيعش الأمانة. شوف الكرة وشوف الفرص وشوف السيطرة. كرة في الأروقة مرة أخرى الأروقة آخر الكرة بنتاكور مرة أخرى إيغوايين خطيرة والفرصة ضاعت ولا هدف ولا هدف. اليوفي هجوميا خلق الفرص صنع الفرص المتألق متعملق يلعب نافاس وكارباخال وفاران وفايخو ومارسيلو في وسط الملعب مودريتش وتوني كروس يسجل يوفنتوس وريال مدريد وهجمة وخضيرة والكرة العالية وممكن هدف يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد السيدة العجوز الكرة الإيطالية في كل مرة تفرض نفسها وبقوة وماريو مانزوكيتش يسجل كما سجل في نهائي العام الماضي بعد مرور مفيش دقيقة وعشرين ثانية وزين الدين زيدان طي الطلقة ودي أمامنا المتابعة واللقاء في هذا الوقت الكرة من دوغلاس العرضية المتابعة مانزوكيتش ضيع فرصة ضيع فرصة مانزوكيتش مش مودو ثم عاد لمانزوكيتش وبعد كده بقى سجل السلام على طول مودريتش وتمريرة والتعادل يضيع جاريس بيلو بالكعب بالكعب فرصة حلوة لقاء مثير لقاء في منتهى الروعة وكرة ومحاولة هنا من جانب النادي الملكي أمامنا أدي كريستيانو رونالدو كعب حلوة قوي المودريتش التمريرة لجاريس بيل وكرة يتوغل من خلالها وبكعبه لكن يا على الكرة يا 1-4 وادي كرة التعادل ولمسة توني كروس عودة النادي الملكي عودة كريستيانو رونالدو 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 ومحاولة المرور عدى رونالدو وبوفون والتعادل لكن في راية في راية وفي تسلل في راية وفي تسلل إيسكو إيسكو في وضعية تسلل هدف ملغي بعد 13 دقيقة كريستيانو رونالدو في كل مرة في كل لقطة أنا أتحدث عن كريستيانو رونالدو رادو وماركيزيو وأساموا وأيضا روجاني وهنا فرصة وكرة العرضية الخطيرة كاد كارباخال كاد كارباخال أن يسجل في هذه اللقطة شوف أمامنا التحرك يا سلام على اللمسة دوغلاس النهاردة عامل أتويدي المرة دي التغطية الدفاعية كاسيميرو الكرة الثانية هنا من خضيرة لكن إلى خارج الملعب روعة روعة الكرة الماضية الحقيقة من سامي خضيرة في هذه اللقطة ومانزوكيتش اللي ضيع كتير في لقاء اليوم أدي مارسيلو خطير بشماله شماله 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 رايحة زي الطلقة رايحة زي الطلقة أمامنا هو مارسيلو في مكان كان يلعب فيه النجم الكبير روبرتو كارلوس واحد من رموز هذا المكان وهو من روموتوس أدي أمامنا كريستيانو رونالدو رونالدو تمريرة إيسكو 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 يا سلام يا بوفون يا بوفون يا أسطورة يا أسطورة أسطورة حراس المرمى في كل الأزمنة النجم لعبوا من خلالها وخسروا من خلالها كانوا في المجموعات في لقاءات الدوري الأبطال هو ده هو ده هو ده هو دي شخصية البطل شخصية البطل مانزوكيتش كلاكيت تاني مرة في هذه الكرة وهذه اللقطة بص شوف مانزوكيتش اللي بيسجل هنا في هذا التوقيت أي سيناريو أي روعة أي متعة أي صدمة هنا في مدرجات سانتياغو برنابيو الكرواتي مانزوكيتش بص شوف مانزوكيتش شوف العرضية لشتاينر على موعد خرج ديتشيليو عشان يأتي لشتاينر بهذه الكرة مانزوكيتش برأسية من صناعة لشتاينر في الدقيقة كام ودي واحدة واحدة هنا من جانب فران ترتطم الكرة في العرض كرة تقليص النتيجة لكن تضيع 14 ينتهي الشوط الأول الممتع هنا في أحد نجوم الشوط الأول ريال مدريد عالم واللي بيدافع وهيعتمد على المرتدات واحدة 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 من رونالدو واحدة واحدة على اليوفنتوس واحدة واحدة على اليوفنتوس الكرة على طول إلى دوغلاس هل يكون لكوادرادو لا يكتفي بهذا الضغط بل يأتي هنا إيغوايين إيغوايين بفرصة وهدف تقليص النتيجة لكن هناك راية وتسلل إيغوايين كان ممكن أوي جونزالو إيغوايين يسجل في مرمى ناديه القديم ويسجل هدف الأوروبي السادس هذا الموسم بص شوف أمامنا هنا 222 تمريرة كرة من اللاعب الخطير دوغلاس في هذه اللقطة يعادل وأي معادلة وأي عودة وأي روعة في هذه اللقطة هي ليست مباراة الريال هو يوم اليوفنتوس اللي بيعود ومن بعيد وزيدان ويأتي ماتويدي بهدف تخليص الفارق والمساواة والمساواة هنا بص شوف بص شوف دوغلاس ودي جونزالو إيغوايين ودي نقطة الضعف حتى أنت كيلور نافاس كيلور نافاس لنصف النهائي اللي بيحاول ودي الكرة اتغيرت اتجاهه رونالدو
رونالدو. رونالدو في اللقطة الماضية في محاولة وصوله إلى هدف فيديو. أيضا إمكانية الإيكاب التعديلات اللي بتتم في دوري الأبطال 60. هنا إسكو هل يسجل؟ يا بوفون يا عظيم. الكرة تأبى أن تدخل. النتيجة ودي أمامنا. كرة طول من إسكو لفاران، وكادت أن تكون كرة العودة، كرة التأهل. وفاران أي حظ يعاني منه ريال مدريد في مباراة اليوم. أي حظ، أي عند من الكرة. الكرة العرض تستمر، كرات العرضية، كارفاخال الرأسية، دون كريستيانو رونالدو. هنا في اللقطة مرت الكرة من شتاينر وكريس اللي بيسعى للقب الثالث على التوالي. رونالدو هو ركلة الجزاء. مايكل أوليفر قاسي الكرة في أحكامها، جدا. وركلة الجزاء في هذه اللقطة مايكل أوليفر. كريستيانو رونالدو يصدع، وتأتي كرة إلى لوكاس فاسكيز واليوفنتوس اللي سعى إلى هدفه وسعى. وبطاقة حمراء هنا في هذه الكرة وهذه اللحظة. وأمامنا هو الطرد. كم هي قاسية أحكام الكرة. واشتزني والنادي الملكي ملك الزمان مسجل الأجوان من الأرض والجو، من ركلات، من ضربات رأس. هو الدون، هو كريستيانو رونالدو، هو ملك هذا الزمان كريستيانو رونالدو. الريال في أسوأ حالاته، ولكن الدون كريستيانو رونالدو يترجم ركلة الجزاء عشان يخرج فريق اليوفنتوس بهذه النهاية الدرامية بعد طرد بوفون وبعد ركلة الجزاء اللي يعني فيها الكثير من الشكوك. أمامنا هنا لهذه اللحظات، ويأتي الانتصار الصعب في مباراة اليوم ليوفنتوس، لكن انتصار 3-1 لا يكفي. مانزوكيتش سجل في الدقيقة الثانية.